بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنكمل الدرس بتاعنا التالت. نبدأ كده واحدة واحدة نفتح المشروع بتاعنا. برنامج فتح زي ما انتم شايفين، فهضغط على تمكين المحتوى. وتعالوا هنا برضو نبدأ في الجداول بتاعتنا، نضيف عمود برضو لكل جدول كده. وهنا طبعا أنا في عندي كود المنتج واسم المنتج، عايز أضيف كمية المنتج بس هضيفها قبل السعر، فعشان كده حاجة هنا هضغط كليك يمين وهقول له اضرب، ماشي كده. وتعالوا هنا نكتب كمية المنتج، تمام كده. طيب تعالوا مثلا هنا نقول مانجو ادي 300 كيلو مثلا، وبرتقال خليه 500، وهنا الجوافة خليها 400، تمام كده. وتعالوا نروح على المكتبة برضو نضيف حاجة كمان هنا بعد عنوان الناشر، ممكن نقول موبايل الناشر، تمام كده. طيب في ملاحظة مهمة بقى، الموبايل ده بيبدأ بالزيرو. أنا لو جيت كتبت الزيرو هنا هيتلغي، يعني كل ما هكتبه هيتلغي. طب أعمل إيه؟ أقول ممكن بقى نختار العمود ونيجي هنا بدل عام أقول له لا أنا عايز أحوله إلى نص عشان يقبل الصفر اللي في الأول ده، لأنه لو أرقام طبعا ما بيكتبش الصفر في الشمال، فهقول له نص. وتعالى هنا نحط الموبايل مثلا زيرو، ادي موبايل اهو، وتعالى نقول هنا مثلا زيرو، ونيجي للي بعده زيرو، تمام كده. تمام، تعالوا بقى نخش على المطور بتاعنا وندخل على الفيجوال بيسك. عايزين نعمل ايه بقى النهاردة؟ تعالوا كده، انا طبعا هنا جماعة كتبت ده بدل ما هو الموديول كتبته الاكواد. لو انا ضغطت عليه بصوا هنا جماعة الخصائص بتاعته، النيم مفهوش بس لخاصية النيم، هكتب هنا الأكواد، تمام؟ طيب تعالوا بقى نعمل صب جديد. احنا عايزين نعمل ايه بالظبط؟ المفروض ان انا عايز بقى لما ابدأ اخش على الاكسل ما يدخلنيش على صفحة الاكسل، لا يدخلني على الفورم بقى عشان نبدأ الشغل بتاعنا. طيب ومن خلال الفورم عايز بعد كده اقدر ادخل على الاكسل، ممكن بعد كده نعمل له رقم سري. طيب هنقول له هنعمل صب زي ما احنا تعودنا بقى، وهقول له www وانتر، تمام كده. وتعالوا ناخد حتى اعمل لنا بقى كده ايه كام صب كده بالمره، ادي كوبي ادي بيست، تعالى ناخد اون ايرور. انا بحب زي ما قلت لكم احطها في كل كود، بيست وانتر، وهنا برضو بيست وانتر. تعالى ناخد دول كمان، يلا براحتنا بقى كده ايه، خليها كوبي بيست، ادي احنا كده جاهزين لاي حاجة. تعالوا بقى نشوف الصب الاولاني، عايزين نعمل دخول الفورم، هسميه دخول الفورم. هنبدأ نكتب دخول، وزي ما اتفقنا ما ينفعش اسيب مسافات، فهقول له الفورم، تمام لحد كده. طيب الكود بتاعنا بقى بتاع دخول الفورم بنعمله ازاي؟ بقول له تعالى اكتب لي ابلكيشن، يعني التطبيق بتاعي ابلكيشن دوت فيزيبل اهو هيظهر لي بيساوي فولس، يعني التطبيق بتاعي خليه لي ايه فولس. وهقول له الفورم بتاعي اللي هو اف 1 دوت شو، ماشي كده. يبقى كده ده عشان ادخل على الفورم ما يدخلش على التطبيق. طيب لو انا عايز بقى بدل دخول الفورم دخول الاكسل، يبقى هنا كده دخول نعمل شرطة تحتية الاكسل، تمام. طيب كده تمام، هنبدأ بعد كده نقول له مثلا كود بتاع الدخول الابليكيشن دوت فيزيبل اللي هو هو اهو، كوبي نحطها هنا بيست، وهقول له بتساوي ترو، ماشي كده انتر. وهقول له انلود فورم 1 اهو يا جماعه، انلود اللي هو اف 1،
طب تعالوا بقى واحدة واحدة كده نشوف الكود ده هيتحط فين والكود ده هيتحط فين. تعالوا كده ناخد دخول الفرن وهقول له كوبي. بصوا كده يا جماعة، في الزيس ورك بوك أول ما باجي أدخل أهو نضغط كده وهنختار هنا الورك بوك، هقول له هحط الكود ده هنا بيست. يبقى هو بدل ما هيدخل على الورك بوك ده، لا ده هيدخلني على الايه؟ على الفورم، او بدل ما يخش على التطبيق يعني الابلكيشن التطبيق بتاعي، لا ده هيدخلني على الفورم. تمام كده؟ طيب الزرار الثاني لو عايز اخش على الاكسل، بصوا كده لو انا جيت هنا رحت للفورم وجينا في الادوات بتاعتنا نظهرها اهي، هنبدا ناخد زرار كده في اي حته مؤقتا. طبعا كل الحاجات دي هترجع تتنسق بعد كده، ولكن انا دلوقتي مثلا حاجه على الكابشن بتاعته وهكتب عليها دخول الاكسل. ماشي كده؟ تمام. طيب في حاجه كمان، انا عايز الغي الزرار ده واعمل بداله زرار للخروج. يعني انا دلوقتي مثلا ده اللي بيخرجني، ولكن المشكله لو انا جيت ضغطت عليه بيقوم مدخلني على الاكسل. طبعا انا مش عايز ادخل على الاكسل، انا ممكن احط رقم سري مش عايز حد يدخل على الاكسل يعني. ففي الحاله دي لازم الغي هذا الزرار، عشان كده هحط بديل له ان انا يقفل لي البرنامج. طيب هناخد نسخه كده من الزر ده كوبي ونقول له ادي بيست، تعالى كده نحطه هنا وهقول له ده عايز اعمله خروج. ماشي كده؟ طيب عشان احط بقى الكود بتاعه، تعالى برضو نرجع للاكواد تاني وهقول له هنا هنكتب خروج. هو هيبقى خروج وحفظ في نفس الوقت، يعني ممكن حتى نكتبه كده وحفظ. هنا بقى الكود بتاعي هيبقى شكله ازاي؟ بصوا يا جماعه، لو انا عندي كذا حاجه مفتوحه انا عايز اغلقهم كلهم مره واحده، يعني كذا تطبيق اكسل مفتوح عايز كله احفظه وكله اقفله بعد ما خلصت خالص. تمام؟ فهنعمل هذا الكود، هنعمل حلقه فور اتش عشان نقفل كله مره واحده، فور اتش فور اتش، وهناخد اي رمز وليكن اكس، يبقى المتغير بتاعي سميته ايه؟ اكس. ان المره دي بقى ان ايه يا جماعه؟ ان ورك بوك، يبقى انا عايز اشتغل على الورك بوك. فهنبدا نكتب ورك بوك اهو ان ورك بوكس اكس دوت سيف، يبقى اعمل لي للاكس دي سيف. وهقول له طبعا احنا قلنا فور اتش يبقى لازم اقفلها، نيكست عشان دي تتعمل الحلقه نيكست اكس. تمام كده؟ وهقول له انتر. طب انا كده فعلا عملت سيف لكل الورك بوكس المفتوحه كلها. تمام؟ بعد كده بعمل ايه؟ بقول له خرج لي بقى الفرن، يبقى انلود اف 1، هقول له انتر واقول له عشان اضمن ان مفيش حاجه في الخلفيه موجوده، يبقى في الحاله دي بقول له كمان الابلكيشن دوت كوايت. طبعا كويت يعني هدوء، يعني اكنه بيقفل خالص كل الحاجات اللي موجوده دي. تمام كده؟ طيب باخد هذا الكود اللي هو خروج وحفظ ده، هقول له هنعمل له كوبي وهنروح على الفورم بتاعنا وهقول له هنضغط هنا، ده ممكن برضو نسميه خروج وحفظ مره يعني وحفظ. تعالوا نضغط عليه كده وهقول له بيست. في عندنا كمان الكود بتاع دخول الاكسل اللي لسه ما حطيناهوش، هنيجي على دخول الاكسل اهو هقول له كوبي وهنروح هنا على الفور، نبدا نضغط هنا وهقول له دخول، يبقى هنضغط طبعا بيست، يبقى كده بقى دخول الاكسل. طيب تعالوا نعمل حاجة برضو ظريفة كده يعني بالنسبة للأسامي بتاعت الزراير دي. احنا هنا بنقول ده command button 1، اقول له لا سمهولي cmd،
ماشي، يبقى هنا ده هسميه ايه؟ سي ام دي. سي ام دي طبعا انا سميته هنا، وهنا ده برضو هسميه سي ام دي 2. تمام. وتعالى نروح للزراير، دخول الاكسل اهو، اقول له لصق اهو، وتعالى على ده، تعالى هنا كده اقول له لصق، بس ما تنساش دي سي ام دي 2. تمام كده، عشان يبقى نظمنا العمليه من الاول. طيب تعالوا بقى نجرب الكلام ده، هنبدا نشغل هنا طبعا صفحة المبيعات اهي، وادي صفحة المكتبة شغالين عادي. تعالى هنا عايز اعمل دخول للإكسل، هيدخلني على الإكسل. طيب تعالوا نبدأ نرجع تاني، وهقول له عايز اعمل خروج وحفظ. نركز كده مع بعض، ادي خروج وحفظ، ايه اللي حصل؟ قفل كل حاجة خاصة بالإكسل. طب تعالوا نفتح كده تاني زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. طبعا هنا جماعة لو انا ضغطت على الزرار ده او عملت اغلاق من هنا، ايه اللي هيحصل؟ هيغلق فعلا، ولكن اجي افتح اي ملف اكسل يقوم فتح لي هذا الملف منه لنفسه، يبقى طبعا الحكاية دي مش هتنفع. عشان كده هنيجي على دخول الاكسل ونلغي هذا الزر. هنخش على المطور، وهندخل هنا على الفيجوال بيزك، وتعالوا نخش على ادي الفورم بتاعنا، وهقول له انا هاجي بقى على الفورم، هنعمل كليكتين كده هيدخلني على الاكواد. انا هنا طبعا موجود في الفورم، يوزر فورم اهو، وهنا الانشالايز اقول له لا، انا هعمل هنا بقى ايه؟ بصوا كده في حاجه اسمها كويري كلوز، هنضغط عليها. واحد يقول لي طيب مش هتكتب بقى الكود هنا في الموديول؟ اقول له لا، ده الوحيد اللي مش هينفع الكود بتاعه يتكتب في الموديول، مش هيقراه خالص، لازم يتكتب هنا. طيب الكود ده عبارة عن ايه؟ بقول له بمنتهى البساطة كده هتكتب if، قاعدة if، if close، close mode بيساوي zero، then في هذه الحالة، وهقول له enter. انا بقول شرط يا جماعة معين اللي هي قاعدة if، واتحقق هذا الشرط هنا بقول له enter، لازم اقول له في الاخر end if، ماشي؟ طيب بصوا معايا بقى، بقول له لو كلوز مود بيساوي زيرو، في هذه الحاله بقول له كانسل بيساوي ترو، بيساوي ترو. تعال نشوف الحكايه دي، لو انا جيت شغلت بقى الفورم بتاعي، بس هروح له الاول اهو، تعالوا نشوف كده الزرار ده لو ضغطت عليه، بصوا يا جماعه ما بقاش بيعمل اي حاجه. تمام كده، بصوا يا جماعه لو انا جيت كده، انا محتاج هحط بقى الادوات، بقيت الحاجات اللي انا عايز اعمل عليها شغل، فصحصحوا معايا. هاجي افتح تاني الكائنات بتاعتي دي، وهقول له انا عايز احط مثلا ليبل اهو، ادي ليبل. طبعا المقاسات والحاجات دي هنبقى نظبطها مع بعض، انا بس يهمني في الليبل ده، ممكن اجي على الكابشن بتاعته وهنفضيها خالص، ماشي. وعايز اخلي العرض بتاعه 40، ماشي. هو بيقول لي الويتس ده هخليه ايه؟ 40، ماشي. طيب وعندي حاجه مهمه جدا، طبعا انا هعمله بقى بلون مختلف عشان يبان. تعالى للباك كلر، تعالى ناخد اللون الاصفر ده، وهنقول له تعالى للليبل هنسميه ال بي ال، ال بي ال سي 1، ماشي. نصحصح مع بعض كده، ال بي ال سي 1. وتعالى ناخد منه نسخه تانية كوبي ونعمل لها بيست، تعالى نحطها كده، خليها لي دي مثلا 140، ماشي كده. تعالى نجيبه بس من الاول. طيب ده هسميه ايه؟ ليبل 1 ال بي ال، ال بي ال
1 تمام. وتعالى هات لي بقى كومبو بوكس زي ده كده كوبي، وهنعمل له بيست سي ام بي 1 سي ام بي 1 تمام. وهخليه 240 240. هناخد التلاتة دول كده، اولا احنا خلاص دول سميناهم، هناخد بقى التلاتة دول كده كوبي وتعالى كده بيست تعالى ناخد دول كمان كده كوبي بيست كده أربعة. طيب هات بيست ستة بيست تمانية بيست ادي عشرة، وهات العشرة دول على بعض بقى كوبي بيست. زي ما انت شايفين يا جماعة كده انا عملت دول للعشرين عمود كله زي ما انت شايفين. بس المهم بقى انتوا في الوقت اللي انتوا هتشتغلوا بقى مع نفسيكوا، انا ده سميته ايه؟ بصوا كده بمنتهى البساطة ده سميته ليبل سي 1، فهاخده كده ادي كوبي وحاجة على اللي بعده اهو هحطها هنا ادي بيست، وبدل الواحد هخليها ايه؟ اتنين. وانتوا هتكملوا لي بقى 3 4 5 لحد ما توصل ل 20. نفس الكلام هنا دي ليبل 1 هقول له هاتها كوبي نسخ وتبقى معايا بقى، وهاخد اللي بعديها دي كده اهي لصق، وهكتب هنا ليبل ايه 2، ونفس الحكايه برضو تعالى ده على سي ام بي 1 كوبي او نسخ، وهنيجي هنا يا جماعة هنعمل برضو هنختار دي لصق وهنخليها هي كمان ايه ادي 2، وبرضو بتكمل 3 4 5 لحد ما تكمل لي دول كلهم على نفس الايه النمط. يبقى دي هتبقى ال بي ال سي 1 ال بي ال سي 2 ال بي ال سي 3 سي 4 سي وهكذا، هنا ال بي ال 1 ال بي ال 2 وهكذا لحد ال 20. هنا سي ام بي 1 سي ام بي 2 سي ام بي 3 سي ام بي 4 وهكذا خلاص. طيب هنكتفي بقى بهذا القدر يا جماعه، يا ريت اجي الاقيكم مجهزين لي الكلام ده عشان المره الجايه بقى هنحط برضو هيبقى فاضل لي بس الليست بوكس، هنحط 3 ليست بوكس ونكمل شغلنا، وان شاء الله نبدا برضو نضيف بعض الاكواد. اتمنى الدرس يعجبكم، وانا بشكر الناس فيه قبل بس ما اخرج، عشان احنا في احد الاصدقاء فكرني قال لي احنا لما جينا نشتغل في الاكواد في تنشيط الصفحات ما عملناش اجراء عام زي اللي فوق كده، فعادي خالص ممكن هاخد دي برضو اعملوها لي اجراء عام بالمرة. هناخد كوبي تعالوا هنا هنعمل بيست، طبعا احنا بقى شارحين الحكاية دي، وتعالوا هنا بدل سي ام بي 21 انا سميته سي ام بي، يبقى هشيل بقى كل الكلام ده ملوش لازمه، هشيل ال 21 دي ديليت، وهشيل الفورم ديليت، ويبقى كده حولته الى اجراء عام عادي خالص تمام كده. ولكن لازم اروح لتنشيط الصفحات واحط بقى اسم الكومبو بوكس، فهنروح تاني على الفورم وهنضغط هنا كده، وطبعا ده كده لانه هيبقى خطا. بصوا كده لو خدت مسافه اهو لي قال لي سي ام بي از كومبو بوكس، اقول له اه حط لي سي ام بي 21. طبعا اكيد انتوا فاكرين معايا، طبعا كده هيشتغل عادي خالص ما فيش اي جديد. وقلنا عشان الاجراء العام ده لو انا الكود ده حبيت استخدمه في اي حاجه تاني هستخدمه ما فيش مشكله تمام. طيب اتمنى يا جماعه الدرس يعجبكم ويكون سهل بالنسبة لكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.